الفصائل المسلحة الموالية لإيران وقبل ساعات من دخولنا لهذا العام الجديد قاموا بمهاجمة قواعد التحالف الدولية الموجودة في المنطقة بالصواريخ، وهذه تمت كلها في الداخل السوري. والقواعد التي تم استهدافها كما تلاحظون هنا باللون الأصفر هي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك تتواجد هنالك قواعد التحالف الدولي والقواعد الأمريكية. أما باللون الأحمر فهي مناطق سيطرة النظام السوري وكذلك الفصائل الموالية لإيران. الآن القواعد التي تم استهدافها مباشرة هي جاءت متزامنة بوقت واحد، جاءت على حقل أو قاعدة حقل العمر النفطي بهذا الاتجاه تقريبا، وكذلك قاعدة حقل كونيكو، وكذلك قاعدة الشدادي التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. وهذه القاعدة أساسا هي موجودة في مدينة الشدادي التي تبعد تقريبا 100 كيلومتر من دير الزور. الآن بالنسبة لهذه الهجمات، ودعونا نبدأ من قاعدة كونيكو بهذا الاتجاه، تم استخدام صاروخين في هذا الهجوم الذي يعني حقيقة سقطت هذه الصواريخ على محيط قاعدة كونيكو. مباشرة مدفعية التحالف الدولي قامت بالرد على مصادر النيران، لم يتبين أن هنالك أي خسائر أو أي جرحى أو حتى على مستوى خسائر مادية نهائيا، هي تمت بهذه الطريقة. وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن هذه الصواريخ هي جاءت من دير الزور من قواعد تابعة إلى النظام السوري وإلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران. أما بالنسبة لقاعدة حقل العمر النفطي وقاعدة الشدادي، هي فيها شيء من التغير بالنسبة للفصائل المسلحة. توضح ووضحت هذين الهجومين، وضحت بأن الفصائل هي مخترقة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وكذلك قوات التحالف الدولي. دعونا نبدأ مثلا من ما جرى مع قاعدة الشدادي بهذا الاتجاه لكي نطلع على تفاصيلها بالكامل. الذي جرى كما ترون هنا بحسب وكالة نورث بريس، هي التي جاءت بتفاصيل ما جرى، هذه هي مدينة الشدادي، هذه هي القاعدة الأمريكية الموجودة اللي هي قاعدة الشدادي، وهنا طبعا مبنى يسمى مبنى أو مديرية حقول الجبسة. بهذا الاتجاه تم استخدام 5 صواريخ في هذا الهجوم قادمة من قرية هنا شمال مدينة الشدادي على بعد 1 كيلومتر، وهذه المدينة وهذه القرية اسمها قرية أمزر، التي تم استهداف حقيقة هذه النقطة، هي بالقرب من مديرية حقول الجبسة. استخدموا عملية الصواريخ صاروخين، قاموا باستهداف حقيقة نقاط تابعة إلى قوات سوريا الديمقراطية بهذين الصاروخين اللي دا نحكي بها طبعا بهذا الاتجاه. وكذلك انه تم استخدام صاروخ واحد على قاعدة الشدادي الامريكية، وفجأة انفجرت صافرات الانذار في هذه القاعدة، وكانوا الامريكيين يحلقون في كل مكان على هذا المستوى، وتعاون استخباري عالي مع قوات سوريا الديمقراطية، وانتهى الموضوع بقوات سوريا الديمقراطية ان تتوجه لهذه القرية الى المكان الذي تم انطلاق الصواريخ منه، ووجدوا قاعدة موجودة فيها صاروخين لم تنطلق على هذه المناطق والأهداف التي كانوا يهدفون لها. واضح جدا الاختراق الذي نتحدث عنه مع تزامنها بهذه التوقيتات المثيرة. أما إذا توجهنا إلى قاعدة حقل العمر النفطي لكي نعرف ما الذي جرى بالنسبة لحقل العمر النفطي بهذا الاتجاه، كانت هي عبارة عن معلومات استخبارية جاء بها التحالف الدولي مباشرة إلى قوات سوريا الديمقراطية، أبلغهم بأن هنالك واحدا من هذه الفصائل، شخصا واحدا تسلل وقام بنصب إحدى المنصات للصواريخ ومنصة فيها صاروخين، أبلغوهم بهذا الأمر، وقامت قوات سوريا الديمقراطية بما هو لازم وضبطت هذه الصواريخ التي ظهرت بهذا الشكل كما نشرت من قبل قوات سوريا الديمقراطية وحتى وكالة دير الزور 24. وهذه الصورة المثير فيها إذا ما دققنا فيها قليلا سنلاحظ بأننا أمام نفس الصواريخ التي تستخدمها الفصائل المسلحة في العراق ضد السفارة الأمريكية وضد القواعد الأمريكية، وهي صواريخ الكاتيوشا نفسها، صواريخ فجر 1107 الإيرانية التي يصل مداها إلى 8 كيلومتر. وظهور هذه الصواريخ لأول مرة على الأقل على المستوى الإعلامي في الداخل السوري هو يفسر تماما ما جرى من عملية دخول ل12 شاحنة بحسب وكالة دير الزور 24 من الداخل العراقي إلى داخل دير الزور قبل هذه الضربات تقريبا ب72 ساعة، دخلت إلى دير الزور بحماية من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهي لم يعرف أحدا شيئا منها، ولكن الآن ظهرت صواريخ الكاتيوشا التي دائما ما نتحدث عنها في الداخل العراقي عندما يتم فيها أي هجوم على السفارة الأمريكية.
أو القواعد الأمريكية بشكل عام. وبالحديث عن الهجمات التي تحدث في العراق وعلى السفارة الأمريكية، كانت هنالك وثيقة مثيرة للغاية هي تابعة إلى الاستخبارات العراقية، نشرت على العلن بهذا الشكل وهي تتحدث بأن هنالك هجوما ممكن أن يحدث. المعلومات التي تحصلوا عليها بأنه سيكون هنالك هجوما على السفارة الأمريكية بعد ساعات من الآن، يعني مع توقيت استهداف الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ونحن الآن في الذكرى السنوية الثانية لهذه العملية الكبيرة التي جرت على طريق المطار. وبالتالي المعلومات التي نشرت هنا لكي ننتبه إليها هي تحدثت بأن الهجوم على السفارة الأمريكية، هنا السفارة الأمريكية كما تلاحظون تحدثت بأن الهجوم سيأتي من منطقة شارع فلسطين بهذا الاتجاه، وكذلك من منطقة الشعلة بهذا الاتجاه، وواضح بأننا هجوم من نقطتين على قاعدة أو على السفارة الأمريكية بهذا الاتجاه، وبالتالي بأننا أمام عملية هجوم من نقطتين لأجل تشتيت منظومة السيرام، وهذه هي طريقة معتمدة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران من أجل محاولة تحقيق أهدافها التي تبحث عنها في السفارة الأمريكية. وواضح جدا بأننا عندما نتحدث عن هذه النقاط فإن هذه النقطة هي تقريبا 7.7 كيلومتر بالنسبة إلى منطقة شارع فلسطين تبعد ومسافة بعدها عن السفارة الأمريكية، وكذلك بالنسبة للشعلة فهي تأتي على مسافة 11.3 كيلومتر تقريبا من السفارة الأمريكية، وهذا معناتها بأننا أمام هجوم صاروخي بحسب هذه المعلومات والوثيقة التي نشرت من الاستخبارات من المسافات، بأننا أمام صواريخ كاتيوشا أخرى من نوع فجر 1107 الإيرانية التي يصل مداها بمسافة 8 كيلومتر. ويجب أن ننتبه إلى قضية مقارنة بمدى الصواريخ مع المدى من الشعلة، أنه في الفترة الأخيرة هذه صواريخ الكاتيوشا التي انطلقت من الشعلة ومن مناطق بهذا الرينج وبهذا المدى، تبين بأن هذه الصواريخ تتمكن فعلا من قطع هذه المسافات أو حتى أكثر بقليل، بسبب أنهم قاموا بتخفيف الحشوة أو حتى قاموا بعملية تويكس أو تعديلات على صواريخ الكاتيوشا التي نتحدث عنها. وهذا معناتها طبعا بالنسبة لهذه المواقع بأننا لسنا أمام هجوم بالطائرات المسيرة. لماذا نشرت هذه الوثيقة؟ قد تكون لإبطال هذا الهجوم وفضحه، قد يكون هذا هو السبب. سنرى ما الذي سيحدث في الساعات القادمة بكل تأكيد، لسنا بالبعيدين من هذا الأمر، ولكن هذا الأمر أيضا يتزامن هذا التصعيد مع وضع صعب جدا على مفاوضات فيينا. الأوساط الأمريكية مثل الفورن بوليسي وجدت بأن إدارة بايدن الآن منتبهة تماما وتعلم تماما بأن سياستها مع إيران هي تتوجه إلى الفشل، تتوجه إلى الإخفاق، تتوجه إلى توجيه اللوم إلى إدارة دونالد ترامب على ما قامت به وما عملته من الانسحاب من هذه المفاوضات النووية، وبالتالي هم سيلومونهم. ولكن الفورن بوليسي وجدت بأن دونالد ترامب لا ينام على ذلك، بل أن إدارة بايدن هي التي تلام على هذا. وهذه المشكلة السياسية التي نراها هي تتزامن أيضا مع عرضه وما عرضه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، هذا الرجل مؤخرا وهو يعرض الأهداف وما قام به الجيش الإسرائيلي خلال عام 2021، عرض على الحكومة الإسرائيلية بنك أهداف موجود في الداخل الإيراني للمنشآت النووية الإيرانية، وأبلغ الحكومة الإسرائيلية أعطونا الإشارة وأعطونا الأوامر وسنذهب مباشرة لضرب المنشآت النووية بأكملها. وهي أيضا تأتي متزامنة مع أحدث التصريحات الإسرائيلية القادمة من وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد، هذا الرجل أكد بأن لدينا، وهو قال بأن لديهم قدرات تفوق مخيلة أي محلل أو مراقب أو حتى من الأشخاص المطلعين من إمكانيات إسرائيل لضرب إيران في الداخل، وطبعا مفندا كل الكلام والصحف التي تحدثت بأن إسرائيل ليس لديها مقدرة على ضرب إيران في الداخل، وكذلك أكد بأنهم لن ينتظروا الإشارة لا من واشنطن ولا من غيرها من أجل القيام بهذه العملية. وهذه التصريحات تأتي بسبب أن هنالك قناعة من قبل إسرائيل والأوساط الإسرائيلية أن أي ضربة ناجحة ضد البنية التحتية للمنشآت النووية الإيرانية لن تتمكن إيران من العودة مرة ثانية لبناء بنيتها التحتية من جديد لأسباب ذكرتها جيروزلم بوست يوم أمس. إذا ما تم تدمير البرنامج النووي فستفتقر إيران إلى الموارد الهائلة المطلوبة لإعادة بناء بنيتها التحتية. أنفقت طهران ما يقرب من 500 مليار دولار على برنامجها النووي لرفعه إلى مستواه الحالي. وهذه طبعا هي تأتي كظروف صعبة للغاية في المنطقة بشكل عام. واضح فشل المفاوضات النووية قد يدخلنا في نقطة، ونجاحها قد يدخلنا في نقطة أخرى تماما.